الكارثة المدمرة التي حلت على تركيا وسوريا تجعلنا نسأل: ما الأسباب التي تجعل هذه المناطق عرضة للزلازل؟ الزلازل والهزات الأرضية لا تعد ظواهر نادرة الحدوث في تركيا مطلقاً، حيث تشير أرقام هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد إلى وقوع أكثر من 33 ألف زلزال في عام 2020 وحده فقط، كان من بينها 322 زلزالاً بقوة تزيد عن 4 درجات على مقياس ريختر. وخلال هذه الأيام يشهد الجنوب التركي والشمال السوري زلزالاً بلغت قوته ما يزيد عن 7.8 درجات على مقياس ريختر، بدأت ذروته من مدينة كهرمان مرعش الواقعة جنوب تركيا. وأكثر المدن التي تضررت من الزلزال في تركيا كانت كهرمان مرعش وهاتاي وعثمانية. وفي سوريا تضررت إدلب وريفها وحلب وطرطوس وحماة واللاذقية، وتشير التقديرات إلى أن عدد القتلى تجاوز 11,000 قتيل، وهناك ما يزيد عن 42,000 جريح في كل من سوريا وتركيا، والأعداد قابلة للزيادة لحظة بلحظة. أما عن تاريخ الزلازل في ذات المنطقة فهو مليء جداً، حيث ضرب شمال غرب تركيا زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في نوفمبر من عام 2022، موقعاً حوالي ما يزيد عن 50 جريحاً، لكنه لم يتسبب إلا بأضرار محدودة. وفي يناير من عام 2020 ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إيلايزيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً. وفي أكتوبر من نفس العام ضرب زلزال بقوة 7 درجات المنطقة المحيطة ببحر إيجا، ما أسفر عن مقتل 114 شخصاً وإصابة أكثر من 1000 آخرين. لكن ما هي الأسباب التي تجعل تركيا بؤرة ساخنة للزلازل؟ توجد على الكرة الأرضية 9 صفائح أرضية مختلفة، تقع تركيا عند مفترق 3 صفائح تكتونية منها، وهذه الصفائح تتحرك باستمرار لتشكل ضغطا كبيرا داخل طبقات الأرض بسبب تلاحمها، مما يؤدي إلى إحداث خطوط صدع طويلة في باطن الأرض وطاقات تدميرية هائلة تنفجر على شكل زلزال. تقع معظم أجزاء تركيا على الصفيحة التكتونية الأناضولية التي تتموضع بين صفيحتين وهما الأوراسية والعربية، فالصفيحة العربية تتجه شمالاً بمعدل بوصة واحدة تقريباً سنوياً، والصفيحة الأوراسية تمثل نسبياً قشرة غير قابلة للحركة، وهذا ما يؤدي إلى ضغط تركيا التي تقف على عدة خطوط صدع. أكثر خطوطها تدميراً هو خط الصدع المتواجد شمالي الأناضول، والذي تشكل من خلال التقاء مناطق الصفيحة الأناضولية والأوراسية، حيث يمتد خط الصدع الأعلى خطراً في تركيا من جنوب إسطنبول مباشرة ليستمر على طول الطريق إلى شمال شرق تركيا، ويبلغ امتداده حوالي 650 كيلومتراً، ينحدر من مرتفعات شرق تركيا وصولاً إلى البحر المتوسط، حيث يتجه جنوباً ويلتقي في النهاية مع الصدع الكبير الذي يفصل بين الصفائح الإفريقية والعربية. وهذا الصدع يسمى بصدع الانزلاق، الذي تشكل قبل ملايين السنين عندما كانت الصفيحة العربية تدفع صفيحة الأناضول نحو الشمال الغربي، مما أدى إلى تشكيل ضغط أرضي هائل مدمر يندفع كل فترة نحو القشرة الأرضية، مسببا زلازل بقوة كبيرة أحيانا كما حدث هذه المرة. مع العلم أن الكارثة التي وقعت على الجنوب التركي والشمال السوري لم تعهدها المنطقة بهذه القوة التدميرية منذ عشرات السنين.